قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة متميزة بعنوان الشهية الروحية لكلمة الله. وقد ناقشت الحلقة الأحوال السائدة في غزة والأوضاع الإنسانية البائسة التي يعيشها أهل القطاع، كما تطرقت إلى عدة محاور بينها ضرورة صياغة برنامج يومي للتأمل في كلمة الله وتفعيل الشهية الروحية للكلمة، إلى جانب أهمية قراءة الكتاب المقدس وأسباب فقدان الرغبة في قراءته. فإلى هناك، الكل ضج من اللي عم بيصير في فلسطين من وراء صور البشعة التي تنقل عبر الميديا من أطفال قتلى محروقين من الصواريخ، السيدات النساء الشيوخ الرجال كبار السن، واللي كانوا هلا كمان امبارح كانت صور النازحين اللي ابتعدوا عن مناطق الصراع وايضا عايشين بخيام وعايشين بالطرقات والشوارع لانهم مش عارفين وين بدهم يروحوا. الى متى؟ هذا السؤال نوجهه لربنا، الى متى يا رب؟ الى متى؟ نحن عم نلقي همنا عليك يا الله فانت تكفل بنا، نحن اولادك. فإلى متى يا رب؟ فإلى متى هذا الشر؟ وإلى متى هذه الخطيئة؟ كلما ابتعدنا طبعا عن ربنا، كلما ابتعدنا عن كلمة ربنا، كلما ابتعدت نفوسنا وروحنا عن روح الله وانفصلنا عنه، هكذا يحصل الشبع الحقيقي والسلام الحقيقي والطمأنينة الحقيقية موجودة. وربنا حكالنا انه لا تخف، تعالوا الي ايها المتعبون، بس احنا ما بنرد، يعني ما عم نسمع الكلمه، وبعدين بنقول لك وينك يا ربنا. ففعلا نحن متناقضين، يعني بشر متناقضه مع نفسها، تعرف الحقيقه لكن ما بدها، عندها عيون ما بدهاش تشوف، ودينين ما بدها تسمع. يعني كلمه ربنا موجوده، كيف السبيل للانسان المؤمن انه يسعى ويشتهي كلمه الله، يشتهي يقعد مع ربنا، يشتهي حاكي الله، كيف؟ نعم، في الحقيقة دكتورة بالعودة انطلاقا من علم النفس، بالعودة لجذور علم النفس، الإنسان عنده توق للبحث عن مصدر هذا الكون، خالق هذا الكون، مبدعه، الجمال بهالكون، مهما كان من أي دين، من أي جنس، من أي عرق، في توق فطري داخل الإنسان البحث عن الله. اليوم بالمسيحية احنا بنجاوب وبنحكي البحث عن الله بدك تفتش عنه بالكتاب المقدس، بدك تتعرف على ربنا، الله الآب اللي خلق الكون، الله أبو البشرية، أبو الحياة، أبو الكون، أبو المصير. بتتعرف على الابن يسوع المسيح من خلال الأناجيل الأربعة، كل خبرة واحد من التلاميذ كيف بيعرف إنا وبيقدم إنا يسوع، متى بيقدم إنا يسوع الملك من جذوره الداودية، من جذوره التاريخية، يوحنا بيقدم إنا الجذور الفلسفية لعلم ولاهوت يسوع المسيح، كل واحد بطريقته بيقدم. نيجي نتعرف على الله الروح القدس من خلال رسائل القديس بولس، من خلال رؤيا يوحنا، من خلال هذه المجموعة كلياتها بتطلع لنا علاقة شخصية مع ربنا، نتعرف على ربنا. فليس لنا سبيل أو طريق إلا من خلال الكتاب المقدس عشان نشبع هذا التوق، هذا الجوع، هذا النهم اللي بداخل الإنسان. ببحث الإنسان عن إشي يعبيه، ببحث عن ملذات العالم، ببحث عن العلاقات، حتى بالأسرة، بالعيلة، بيدور على شبع معين، بيعوده بعلم النفس، بنقول إنه لحنان أمه، بيرجع بده بيلاقيه بمرته، بده يرجع يلاقيه بأولاده، بعدين بيشوف إنه أولاده كبروا وتركوه، بيشوفوا إنه ما في حدا بيشبع هذا الجوع والنهم الإنساني في خلال سفرته القصيرة على الأرض إلا من خلال الكتاب المقدس. الإنسان الله يعينه، الإنسان حائر إنه بإيش يصدق، فكيف السبيل إلى طمأنة هذا الإنسان اللي عم بيبحث عن الحقيقة؟ فنحن عم نقول إنه غض النظر على اللي بيصير قدامنا، من مع الصح ومن مع الخطأ، من هو الظالم ومن هو المظلوم، في رب العباد منسلم أمرنا لإله، منقول له لربنا شيل هذا الموضوع عن كاهلي، أنا متعب من هذا الموضوع. أنت مش مطلوب منك أنك أنت تعمل شيء تحرر أو تروح تقاتل زي ما هبوا يوم الجمعة الناس ونزلت حاملة أولادها وحاملة
عيالها ونازلة بدها تحارب، شو بدك تحارب يعني؟ إيش المخطط اللي أنت عارف عامله عشان تروح تحارب؟ يعني إذا إشي مش مدروس وإشي يجيب الخير لبلدك ويجيب الخير للناس حتى اللي أنت بدك تحارب من أجلهم، مظبوط إنه نحن عم نشد يعني لهمتنا وعم ننشحن هيك، بس هالشحن هذا داخله غضب، داخله ثأر، داخله قتل، داخله يعني شيء مو حلو. بدي اقول ما بديش اعطي اوصاف تانية بصراحه عشان ما تلوموني، شيء مش حلو، مش شيء، شعور مش من عند الله. لما يكون هذا الشعور مش من عند الله وانت عارف انه هذا مش شعور رباني، فكيف السبيل الى النجاح؟ كيف بدك انت تنتصر؟ بدك تنتصر على الشر، وبدك تنتصر على الشيطان الذي يعيث في الأرض فسادا، بلعب عقول الناس بالصلاة والصوم، ترجع لربك، ترجع لكلمة الله وتلقي همك عليه، قل له يا رب هذا الموضوع عليك، زي ما ارتأت الآن الكنائس قداسة البابا وكل رؤساء الكنائس في العالم، ارتأت انه ما في حل لهذا الصراع إلا بالصوم والصلاة. الكره، الحب، العشق، الأنانية، كلها مشاعر الإنسان اللي كانت أيام آدم وحواء ما اختلفت، كلها التكنولوجيا، كلها التطور، كلها العلوم، ما زال مشاعر الإنسان ما بتتبدل مع الزمن. يعني كل ما بتجي أجيال وأجيال بتظلها المشاعر هاي هي مطبوعة، مجبولة، مختومة بطبيعة الإنسان. فإحنا بنقدر نأخذ من قصص دانيال، من قصص الملك داود، من شاول، من كل هاي القصص على حياتنا. اليوم لما بناخذ اولادنا ولا احنا ككبار بنحضر بالسينما فيلم او كذا، مش بتاثر فيه الواحد، وخصوصا اذا كان وثائقي او اذا كان في قصه واقعيه او حدا بتاثر فيه الواحد وبتاثر بالبطل، وحتى في ما احيانا ابطال مشاهير خصوصا بالفكاهه وبالكوميديا لما بصير بحكي كلمه مثلا بصير الناس بيقعد اسبوع احنا بنعيد نفس الكلمه اللي بحكيها، يا عفو الله، يا لطيف، يا كذا، كلمه حكاها دريد لحام بمسرحيه بعد العالم يوم بنتاثر. لماذا الاجدى بنا ان نتاثر بقصص الكتاب المقدس اللي هي ناجعه وفاعله لحياتنا اليوميه؟